انا هذا هو وضعي الصحي للاسف، والحمد لله مش متعارضه على قدر الله ومسلمه امري كل التسليم، فراح البسه هيك يعني. حبيت شو الحاجات اللي تيجي على وشي؟ اكسكيوز مي. انا كثير مبسوطه. او ماي جاد اي لاف ذس اوتفيت. ما عليكم الكركبة، هاي شكلي لازم ارتبها، فكرت انها ما رح تطلع في الفيديو بس طلعت اليوم لانه عندي يوم التنظيف. اليوم هو يوم احد، فلازمني يعني مطلع كل الاغراض هيك وما بعرف شو عشان انظمها. انا ليش دخلت بحكي لكم كل هالشي؟ اول شي اهلا فيكم فيديو جديد وعمري الحلو. صوتي ازعاج نشاز. الاميرة المرمورة الحلوة الامارة، اذا كنتوا اول مرة تشوفوني فيها حطوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة وتابعوني على سو فيديو اليوم. حابه اني انا ارجع معكم للتمرين، فقلت ليش ما ابلش لكم اول شيء بانبوكسينج. فيديو اليوم بدي ارجع فيه معكم للتمرينات. اللي شاف الفيديو الاخير بيعرف انه انا انضربت على ظهري، انقطعت لمده شهر، بعدين رجعت كم يوم، بعدين رجعت انقطعت مره ثانيه لانه لما كنت مسافره من تونس لروسيا في المطار كنت عم بحمل الشنطة تبعي اللي تقيلة كثير، فرجع انضرب ظهري مرة ثانية، وحاليا يعني بستعمل في الأدوية وما بعرف ايش، وبرح ارجع بكرة ان شاء الله للورك اوت تبعي وللدايت. ما بتعرفوا قديش انه انا سمنت، صرت عندي كرش، طلعت لي كرش، عندي دهون في الخصر، فقدت عضل كمان بسبب تقريبا لانه من لتسي من اواخر اوغست، هو انا انضربت لمحالة في اوغست، ولكن لانه ضليت فترة كثيرة ما عم بتمرن فصرت بتعصب او عندي هذاك الفراغ، لانه الجيم كان مليني كثير فراغ، فصرت عندي سلبية فرجعت للاكل العاطفي ونسيت عرفتوا نسيت البرسبكتيف تبعي، وعن جد كثير معصبة من هالشي. قررت انه فول ستوب، لازمني ارجع ميرا المرمورة الحلوة الامور اللي بتعرفوها، لانه والله العظيم قد ما بقلكم انه قديش الرياضة جزء من حياتي وقديش انها هيك شيء اللي باخذ فيه المتنفس تبعي، بعيدا عن الطب، بعيدا عن المشاكل مثلا اللي بمر فيها، فهمتوا كل يوم. anyway هلا بدي احكي لكم على شغله ثانيه. طلبت من السعوديه طلبية من شيئين. ليش؟ لانه في روسيا شيئين ما عادش توصل لروسيا بسبب الاوضاع اللي صارت في روسيا، وانه ما الكارت تبعنا في روسيا ما عاد كانترناشونال، ففي مشاكل في البيمنت، فوقفوها مؤقتا من ابريل الماضي، وقفوها الى ان انه يتحل المشكله هاي تبع الفلوس. فلهيك انا، وانا بما اني مدمنة شيئين، فلقيت طريقه اني انا اجيب منها. كان صاحب زميلي، اوكي، هو يمني بيسكن في السعوديه وجاي على روسيا بيدرس في جامعه هون في روسيا، فطلبت الاوردر عليه هو وجاب لي الاوردر تبعي. طلبته تقريبا الاوردر تبعي تقريبا وصل من يمكن 20 سبتمبر، والولد اجى يوم 5 اكتوبر لروسيا واخذته منه امبارح 8 اكتوبر. هذا البوكس الكبير وهذا البوكس الصغير. رح بلش صراحة بالكبير عشان ايش، انا عندي موعد بعد شوي. بليز لا تشيلوا هم الكركبة اللي هناك، ماشي؟ رح نظفها الشقة والله، يعني انه هذا موعد تنظيف الشقة. او ماي جاد كثير هيك ظهري رح يوجعني، صح؟ اي واحد فيكم ما رح يحط لايك، ما رح يحبني في التعليقات، رح اسوي له فيش. شو هي الفيش؟ ما بعرف. قبل ما بلش احكي وارغي بدي اقلكم انه انا ليش بطلب من شيئين. اغلب الاغراض اللي اشتريتها للرياضة، وليش انا بشتري من شيئين؟ متعودة اني انا اشتري من نايك. نايك يعني لو بدك تشتري مثلا بنطلون لتسي $80 واوتفيت كامل اتليست $150، ومعاها تشوز المحل الشوز دايما بشتري من نايك الى حد هاي اللحظة هاي، فاوتفيت واحد يكلف لك $100 و $150 وممكن يوصل حتى ل $200.
فبيكون عندك اوتفيت واحد بس، فبحكي هون على بادجت طالب اوكي. فبيكون عندك انت اوتفيت واحد بس، وعشان تحفز حالك، انا نفس شخصيا يعني من اكثر حاجه اللي تحفزني اني انا اتمرن وما بعرفش ايش، انه يكون عندي كذا اوتفيت. كنت كثير راضيه لفكره انه انا بشتري من براند غير نايكي، بس حاليا لا، قلت I am student، خليني انزل شوي للارض، بلاد ما بتاثر بالانفلونسر، ما بعرفش ايش، بمشي على حسب ميزانيتي. انا بنهايه طالبه مغتربه بدرس طب، عندي مصاريف لازم اسددها للجامعه ومصاريف ايجار وكثير اشياء، فخليني التزم بالبادجت تبعي واشوف بديل ثاني. انا جربت اكثر من مره الاوتفيتس تبع سبورت من شيئين، عن جد لو انتوا، انا شوي صرت بروفيشنال من شيئين، بعرف شو هو الشيء الرخيص اللي ما رح يضاين معي، وبعرف شو هو اللي رح يضاين معي. والله العظيم الاوتفيت تبعهم، انا شخصيا تبع الرياضه في عندي اوتفيت عايش معايا لهلا لحد سنتين، يعني رح ندخل في السنه الثالثه. فبس انتوا تنتبهوا شويه وتقروا الريفيو تبع الناس، وبس تصير عندكم اكسبيرينس شوي معهم، بتعرفوا شو هو الاوتفيت اللي بتشتروه من عندهم، شو هو اللي ضاين وشو هو اللي ما ضاين. انه في ناس بتقولك ليش شيئين كواليتي ما بعرفش وحشه وما بعرفش ايش، يس فيها كواليتي سيئه والاستثمار فيها غلط، وفي اشياء فيهم بتعقد وبديل جدا رخيص، فلهيك انا بشتري منها هالاستيوس هذا للطلاب، لانه انتم مو مضطرين انكم تشتروا براندات او يكون عندكم هاي البرشر هاي. تذكروا انكم انتم طلاب وهي المرحله هاي في حياتكم راح تمروا فيها زي ما مروا فيها كثير ناس زيكم، وان شاء الله في المستقبل تقدروا تشتروا براندات وتسووا شو ما بدكم. لا تحطوا انه انا عشان ابلش رياضه لازمني ما بعرفش اشتري اوتفيت غالي، لازمني اروح للجيم غالي، اكل ما بعرفش ايش. بلشوا ستيب باي ستيب، شوي 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 شوي، وكونوا هيك اذكياء في طريقه اكلكم، اذكياء. ممكن تاكلوا مع عائلتكم على فكره، بس انتوا تعرفوا شو تختاروا من الاكل. تكونوا كمان اذكياء في اللباس تبعكم. ما بعرفش انا، تختاروا الجيم، ممكن نشوف جيم رخيص ولكن الالات فيها هي اللي بتناسبني، وفاهمين انا شو عم بحكي. وانا حاليا مشتريه تقريبا هذول كلهم 280 دولار، 283 دولار، يعني تقريبا 8 اوتفيت للجيم. تخيلوا 8 اوتفيت للجيم، وقديش، وخمسة اوتفيت تبع طلعه. فيكم تتخيلوا قديش انا وفرت، وبعرف انه هالاشياء اللي انا شريتهم راح يضاين معي، فيلا نكتشفوا قديش انا رغاية وقديش انا حكيت. اول شيء انا عندي كرتابل اللي هي باك اللي عالظهر، اشتريتها من ديكاثلون، فقلت انه لا بدي اغير الكرتابل متاعي يعني الباك، واشتريت هاي الباك هاي. او ماي جاد قديش حلوة، اشتريت الباك هاي للجيم. عرفتوا ليه قلت هاي؟ حتى لو انا مثلا بتمرن باخذها وين انا قاعدة بتمرن، بحط فيها البروتين تبعي، يعني بجيب فيها مية، وعرفتوا انه تكون دايما معي حتى وانا بتمرن، يعني حسيتها انه براكتيكال اكثر. ممكن لو حاطه فيها اشياء راح تكون احلى بكثير، راح احط لكم هون الصوره تبعها، كثير 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 حبيت. شايفين لونها قديش حلو؟ سو اي ابروف، والكواليتي سبع الله بالحق ويسر نعمه. اللي بعد اوكي راح نسقلكم اوتفيت بدل ما اني انا بفتح بطريقه عشوائيه. رح نجي للبنطلون هذا، الصراحة شفته عند انفلونسر تبعها، يوتيوبر تقريبا اسبانية لاتينية اي جس، مش اسبانية، فكثير حبيته. وانا بعرف انه النوعية هاي، اول شيء شايفين هذا الالاستيك، هذا بيحدد المؤخرة تبعكم، ببين الشيبينج، يعطي فوليوم للشيب تبعكم، وكمان الكواليتي منيحة. I'm gonna try it. هذا الاوتفيت اللي بعده حبيت افرجيكم اياه، رغم اني انا ابدا مش مرتاحه واني انا عم فرجيكم هالشيء لانه مبين كثير عيوب جسمي، اللي هما هذول يبينهم الشحمه اللي جاي ما بين الصدر والاكتاف، خاصه انه انا بعاني من الشحوم دائما بتكون عندي متصدره المنطقه هاي. طبعا اشتريته سايز ال، البنطلون سايز ال، شايفين كيف بيحدد من ورا.
انا ما حبيت من فوق الصراحة لانه شكل جسمي مش حلو، بس حبيت كمان افرجيكم اياه، فلا تحكموا علي من شكل جسمي انا، لانه انا اول شيء سمنت، وكمان عندي بروبلم انه دايما عندي شحوم. اصلا اشتريته عشان اتقبل نفسي اكثر واروح اتمرن هيك عشان اتقبل جسمي اكثر، انه انا عندي باك فات وعندي شحوم مرتكزة في المنطقة هاي. شايفين كيف هو محدد المنطقة؟ جود. نروح ننتقل للاوتفيت اللي بعده. الاوتفيت اللي بعده هو هذا البنطلون، حاسه شفاف شوي، شايفين كمان بيبين عيون بالجسم، شايفين بطني هون كيف مبينه، قلت لكم انه صار عندي بطن. فالبنات اللي بتتمرن مثلا في الجيم تبع البنات بس تقدر تشتريه، وقلت اني معاه البرا هاي، يا اما البسه هيك يا اما البس معاه هذا التيشيرت. في حركه حلوه نقدر نسويها هون، نمسك التيشيرت تبعنا بالبرا هيك، اوكي يبين هيك ويبين معنا هيك، حسوا هيك. يعني انا بحب الستايلز هذا يكون اوفر سايزد، فاعتقد اني انا ممكن اذا في يوم من الايام حسيت حالي انه انا مش واثقه بنفسي فراح البسه هيك، يعني حبيت اي ابروف. وبس هيك اصدقائي ننتقل للاوتفيت اللي بعده. لك لك لك، او ماي جاد ذس از سو كيوت، معاهم الكاسكيت هاي، او ماي جاد بيرفكت، اي ابروف، او ماي جاد زي ما توقعت صراحه انه راح يكون حلو. شوفوا شوفوا شو اسمها، المؤخره منحوته زي ما قلت لكم، هذا بينحت المؤخر اللي بفرجيكم جسمكم. على فكره انا كثير بحب هالنوع من الستايلات هاي، ليش؟ لانه بخليني كونفيدنت اكثر بشكلي هيك، عرفتوا؟ بحس انه حتى لو انه I'm not getting results but I feel like I'm getting results، عرفتوا كيف؟ فبعرف انا اليوم كيف جايتني الجرأة الصراحة، واني انا بصور لكم بشي زي هيك انه يدو باينة، لانه هذا كثير كثير انا مش متقبلة يعني هالشي من سنوات، فانا في process to heal to accept myself، واحاول اغير الاشياء اللي انا فيني اغيرها. وبس هيك يلا ننتقل للاوتفيت اللي بعده. انا كثير مبسوطه، او ماي جاد اي لاف ذس اوتفيت، بحسه كثير انثوي، او ماي جاد. اكتبوا لي تحت التعليقات شو هو اكثر اوتفيت حبيتوه بس بعد ما تخلصوا الفيديو. ننتقل اللي بعده. الاوتفيت اللي بعده هو كارثي شوي من ناحيه انه مش تبع جسمي، في هون كثير دهون هون، فما بعرف بعدني مو كثير كونفيدنت اني انا بلبس شيء زي هيك. شايفين حتى الدهون اللي من ورا، بس هذا الاوتفيت يلبق على واحدة انحف مني انا، راح يجيها كثير 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 حلو. هو بينكي، بينكي فاتح مش ابيض، بس هيك اصدقائي صراحة، وانا بشوف مو حابة جسمي، بس I have to accept it لانه راح اغير هالشي، راح اغيره باذن الله. الاوتفيت اللي بعده نفس الشي نفس القصة، مبين لي هذولا، مبين لي العيوب هذول، انا كثير متعقده منهم اللي هما كلهم شحوم، مبين لي شحوم يدي ما شاء الله. اكيد اكيد اني انا راح اروح اتمرن بيه، خليني افرجيكم من البيت. انا اسفه على اي كركبه بتشوفوها. الفيت اللي بعده كله في الاسود، هذا هو البنطلون، محدد صراحة المؤخرة بطريقة حسيتها شوية اوفر، ولكن توتال اوتفيت اي ابروف، ولو ملاحظين انه مخصرني بالرغم انه كل شحوم انا من هون. خلينا نشوف بتزبط او لا. It's good. It's good. طبعا مبين الشحوم من هون، بس صراحة I like. راح احط لكم كل الاشياء اللي انا اشتريتهم في اللينك تحت في الديسكربشن بوكس، وانتو يعني شوفوا اللي يعجبكم اللي عجبكم علي. وكمان لا تنسوا انه انا جسمي مش زي جسمكم، راح ضل هاي البرا هاي راح خليها، والبس لكم معها شيء ثاني، وراح تشوفوا انه قديش الاوتفيت راح يتغير. قولوا شو حبيتوا اكثر، الاوتفيت هذا الاسود او الاوتفيت اللي راح تشوفوه هلا يعني بنفس البرا؟ شايفين انه نفس الاوتفيت نقدر نغيره لشيء ثاني، يعني ممكن نستعمل قطعه في اوتفيت ونغيرها للوك ثاني مختلف. هو الاوتفيت اللي بعده في الازرق، او ماي جاد انا كثير حابه الاوتفيت تبع اليوم. سو هو واسع علي، شايفين قديش واسع؟ هذا سايز ال، اوكي، لاني انا ما لقيتش، كنت حابه شيء هيك لونه هيك، فقلت اتس اوكي بشتريه في ال،
وبعدين انا ممكن يعني ازيد عضل فبيصير بيناسبني. وشريت معاهم كمان هدول في لون شوي جريء، انا مش متعودة اني انا اشتري لون زي هيك، فحبيت انه اشتري الوان انا ما عندي. راح خليني افرجيكم اياها. تادا، حاسة حالي هايلايتر. تعرفوا هذا شو بيلي عليه؟ كاسكيت لونها ابيض، كمان how to say يعني الجوارب بالعربي بيقولولها تكون طويلة في الابيض، وتشوز في الابيض حيكون بيرفكت. I like it. على فكرة عندي زيه outfit شبهه بس لونه في الازرق الفاتح بلو سيل، وهيك حاسة حالي هايلايتر. هايلايتر يمشي على ساقه. بس اجيكم اشياء تانية ما راح اقيسها. سو هذا التيشيرت اللي في الابيض كمان قلت للجيم، شكله مش كتير حلو علي الصراحة، جربته حاولت اجربه مع outfit تاني I did not like، لانه انا اصلا الابيض اول شيء بيدخلني اكتر، كمان بيبرز البوبز اكتر وانا بحب هالشيء. اللي بعده هو هذا. عندي كثير outfit في الاحمر، يعني انا عندي عرفته مش انا شريتها، هاي اللي من شيئين، فاكيد اكيد رح البسه معاهم. وهذا انا ما فرجتكم اياه، ما قستوه بس يعني قست ستايلات شبهه فقلت ليش اجربه. هذا في البلو زي ستايلات اللي انتم شفتوني لابسينها، رح البس معاه يمكن نفس هالكاسكيت البلو والبرا اللي شفتوها في الابيض. هذا النوعيه هاي اللي شفتوها كلها اللي مش رايقه فيها انا اي ابروف عليها، لانه بعرف هاي النوعيه ومجربتها كثير بتساعدكم في المقاومه، تمارين تبع المقاومه، لانه في المقاومه بدكم شيء هيك ضابط على جسمكم، عرفتوا اصلا في الليج داي. هدول كلهم جوارب، انا بحب اني انا البس جوارب طويله مع الاوتفيت تبعي، بحسوا بيحلي اللوك بطريقه كبيره ويغير فيه. فهذا مثلا ستايل، هذا ستايل ثاني، هذول تقريبا اثنين مع بعض. هذا اذا بدي البس شيء في الاحمر، هذا اذا انا لابسه اوتفيت في البينك زي اللي شفتوه قلت لكم انه انا حبيته. هذا شيء ثاني، شو كمان؟ اها، وعندنا هذه مكتوب عليها بالتشاينيز. راح احط لكم كل شيء في الديسكربشن بوكس عشان اذا حبيتوا اوتفيت. وشيئين بليز رجعوا لنا شيئين فراشة على اقرب وقت، وانا راح ازعل منكم على فكرة. وكمان رجعوا انهم الاجانب يقدروا يطلبوا من شيئين. اكسكيوز مي، انا بظل بكلم في صاحبتي الروسية بليز بليز فيني اقدر اطلب على اسمك، وبتروح هي مسكينة للبوتشتا اللي هو البريد عشان تاخذ هالشيء. ليه شيئين بليز؟ بس شيئين راح يسوي لي بلوك، ما راح يخلوني اشتري من اي بلد. وكمان يعني سبونسر مني، انا بيج فان من لما صارت كورونا صرت بشتري منكم، فسبونسر وان اوف ماي فيديوز بليز، بتضيعوا في موهبة فنية. شريت صفاية، انا كثير بشرب المشروبات اللي تكون فيها جرين لما يعني اكون هيك مهتمة بصحتي وكل شيء، مش الايام اللي طافت. فبالصفاية ياخذ معي كثير وقت، على عكس اني انا بسوي بأكل وبعصره خلاص عندي جوز، فلهيك اشتريت الفلتر باك. ننتقل للاوتفيت التانيين اللي ابدا ابدا ما عندهم علاقة بالجيم، ولكن خلينا نشوف. انا شوية يعني خايفة ولكن راح اجرب. اوكي خليني افرجيكم اياه. هو هذا، يعني هو هذا اوتفيت كامل ونسقت عليه هاي الجين، حسيت ستايل شوي خريفي، ما بعرف اذا راح لحق على ستايل هذا في روسيا او لا، بس راح نشوف. حلو حلو، قولوا لي حبيته او ما حبيته تحت في التعليقات. بحس هو هالستايل هذا اتس تو مي، انا بحب الحق اشياء هيك تكون شويه عاطيه على سباخ سباخ شيك، ف اي لايك. هذا الستايل اللي بعده اللي هو الفستان هاد، صراحة ما بعرف إذا حبيته أو لا، كمان راح تكون شوي مبالغ فيها فلازمني أغطيها حتى ينحفوا شوي إن شاء الله ونقدر بدون. بس هلا ننتقل للأوتفيت قبل الأخير
يس. هننتقل للاوتفيت اللي بعده. اللي بعده هو هذا الفستان. الكواليتي تبع الفستان هذا قبل ما افرجيكم اياه، بتعرفوا المايو تبع السباحه نفس الكواليتي، شايفين انه هنا حاط الجسم بس لانها بطن شويه واسع من هون، لازم يقفلوا الخياطه عشان بحسوا انه بينزل، يقدر ينزل في اي لحظه، مش مشدود من هون. اصلا ليش انا جايبته سايز ال؟ انا ما كنت بعرف انه يتمغط، كنت بعرف انه بيتمدد مع الجسم، كنت اشتريت ام لانه انا دائما بخاف من المنطقه هاي ما بيزبط معي. وبس ننتقل للي بعده. الاوتفيت هذا ممكن يشجعني اني انا انحف اكثر، غير هيك اي بنت تبع المورفولوجي تبعي انا مش رح يزبط معها كثير الا اذا هي نحفت بالرياضه. غير هيك طبعا بده براتكم ترانسبارنت. اخر اوتفيت هو الاوتفيت هذا. انا عندي البنطلون هذا من زمان واشتريته من شيء، البنطلون هذا بس زين كن اشتريته في الشتاء الماضي، واشتريت معاه تيشيرت ما حبيته لانه كان واسع علي. سوري النوعية هاي من البنطلون بدها شيء فاتح معاها وما راح يكون شيء احلى من البينك. طبعا انا شادة من هون لانه البوبز باينه بطريقه اوفر، كثير اوفر، فلازمني اروح للخياطه بقولها تخيط لي او اني انا بمسكها بشيء، عرفتوا؟ حلو حلو صراحة مع البنطلون شكله بيعقد. انا هلا لازم انظف كل هالشيء وانظف الشق وبس. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، اكتبوا لي شو هو اكثر اوتفيت حبيته من الاشياء اللي بعيدة عن الرياضة، واكثر اوتفيت حبيته رياضي. الحمد لله خلصت تعبت. انا قاعدة بنظم في الاغراض لقيت انه انا نسيت افرجيكم هالشيء، اشتريت بصراحة بالصدفة، ما كنتش ناوية اني انا اشتريها، فكرتهم انهم they give a gift وبيقول لك انك انت اختار، فاخترت هاي بالصدفة. ما بعرفش حتى حتكون درجتي او لا. كونسيلر، تخيلوا كونسيلر ب$2، كيف كونسيلر ب$2 كيف؟ فما بعرف. وكاتبين 12 ساعة full coverage concealer، وهذا هو اللي قلت لكم اني انا اشتريته من نيويوركر مع على اساس انه بيغطي مع الاوتفيت الاصفر مع هالكابيوش هاي. I can try it يعني قدامكم. صراحة انا اشتريت كل الاشياء اللي ممكن انها هي تحسسني انه بعيوب جسمي عشان بس اتقبل جسمي، لاني انا ومع كامل التواضع صرت بعرف شو الشيء اللي بيضايقني، شو الشيء اللي بيدخلني، شو الشيء اللبس اللي بيسمني. شايفين كيف اعطيني من هون فوليوم اكبر؟ ولانه انا بكره هالشيء هذا فقلت I'm gonna wear it عشان اول شيء اتعود واتاقلم وبحب نفسي زي ما انا، وبشتغل على نفسي اكتر واكتر اني انا احسن شكل جسمي وبس. هيك رح حضر اصدقائي هلا فطوري. حطيت هناك شامبينيون اللي هو مشرومز وتومات سيغيز. التومات اللي بيكونوا صغيرين نحفرجكم كيف، ما بعرف شو بتقولوا لهم في بلدكم، احنا نسميها تومات سيغيز. وكمان رح اضيف شبينات بعدين مش هلا، بحط معها يعني بعدين 3 بيضات بعد ما هذول يتقلوا مليح في شوية زيت. وهون انا محضرة البارح اكل تبع اسبوع كامل، محضر الوصفة هاي هندية بخليها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. انا زي ما حكيت لكم مسوي اكل تبع اسبوع كامل عشان بريح راسي، وبحطه كله في التطبيق قبل هيك عشان اعرف انا قديش استهلكت. راح فرجيكم بعدين في التطبيق شلون انا اسوي. هاي الوصفة باكلها اما مع الخبز توست يعني، او باكلها مع الرز. انا باكلها مع الرز. هاي الوصفة جدا 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 طيبة بس مليانة بهارات، هنود يعني، وصفة هنود بالاخر. حطيت كمان جبنة فوحتة بشوية يعني فلفل اسود وملح، فيكم تفوحوها باللي انتو بدكم اياه. رح قلكم اني زدت الجبن يا جماعة عشان بروتين اكثر، وشلت يعني صفار البيض عشان اقلل من نسبة الدهون، لانه هيك ممكن استوفي نسبة الدهون تبع يوم كامل. هناك حطيت خلاص الشبينت. انا ليش بحط شبينت؟ عشان الحديد، لانه انا عندي نقص حديد، بنفس الوقت يعني فايبر، مصدر للفايبر. هيك بخليها وبتجهز. عن جد هاي الاومليت بتكون كثير 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 طيبة، خاصة لو انتم مخلصين الجيم تبعكم. انا كنت بروح للجيم ميتة جوع وباكلها على طول. بونجور، صباح الخير. قلت خليني احكي معكم شوي
قبل ما يعني ابلش اكل جهزتهم القهوة العربي تبعي. او ماي جاد، حتى يجهز الاكل تبعي لانه الغاز هذا تبعنا بحس حالي عم بطبخ على شمعة مش على غاز. الحمد لله الحمد لله انه انا رح انتقل من هالشقة هاي قريبا، ثانكس جاد، يعني بنهاية الشهر بنتقل. المهم get to the point، كنت على اساس اليوم رح اروح للجيم زي ما قلت لكم امبارح، بدي اسوي ايرم على ظهري عشان اتاكد انه انا منيحه، عشان ما ارجع مش لانه ظهري هلا تحسن ما عاد في الم انه بروح كمان يعني بخربه، فلازم اتاكد انه انا تمام كل شيء تمام، لانه الاصابات هي في الظهر عن جد يعني ضاين معنا طول العمر، فلازم الواحد يتاكد انه هو تمام. الحمد لله انها جت على هيك وبس. يعني بون جوخ، او ماي جاد كوفي، بليز اذا حدا هون بيتابعني من روسيا قولوا لي فين ممكن الاقي عربيك كوفي مش غاليه. رحت ل شوف تقريبا اوزون او اي موقع يعني بلاقيها 1000 روبل، 1200 روبل. ليش كوفي عربي بهالسعر هاد؟ يعني هي اصلا عندنا في تونس ما تتكلف 2000 اللي هي ممكن 50 روبل، حاجه كيف ما هيك. ف لا احط انهم بيبيعوا كوانتيتي جدا قليله وغاليه في العربي كوفي. فاذا بتعرفوا موقع يعني بيبيع رخيص بليز اكتبوا لي تحت في التعليقات. وهذا هو فطوري يا جماعه، راح اخذ قطعتين توست مع هذا. الصراحه اني كانت اومليت ولكن صارت عجه لانه هاو تو سي الغاز ما حط لكم مش منيح، وكمان الحلة نفسها او المقلاة نفسها مش منيحة، فاجت عجة. اهم شيء انه اجت اكلة. وهنا قهوتي وبس. بون ابيتي. اتابع المسلسل طبيب القرية ولفت انتباهي غلط، هل في هون طلاب طب عم بيتابعوا وعم بيلاحظوا الاخطاء اللي عم بتصير؟ سو هون في حالة كاردياك تمبونات. شو يعني كاردياك تمبونات؟ يعني في فلويد في القلب، يعني سائل في القلب، تمام؟ اللي هو ما بين الكيس الخارجي للقلب وما بين عضلة القلب. شوفوا كيف حاطين الجهاز على الابدومينال بارت، يعني كيف خطأ زي هيك؟ المشكلة في القلب، فليش بحطينها في الابدومينال؟ وحتى لما عم يسووا تريتمنت انهم هما عم يعني يطلعوا السائل مفرجين الابدومينال بارت، which is like كيف 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 بيغلطوا الخطا هذا؟ لاحظت في كثير اخطاء طبيه. المفروض المسلسل هذا مجعول انه يحفز الطلاب ويعطي معلومات، بس في كثير اغلاط فيه. مين لاحظ هالشيء يكتب لي تحت في التعليقات. انه الجهاز يحطوه على الشيست بارت، تريتمنت كمان تكون على الشيست بارت وين ما كان القلب، مش وين الامعاء. اكسك يوزمي. صباح الخير، متحدثتكم ميرا ماما. صحيح الساعة 6 الصبح، عندي محاضرة الساعة 8:30، فلازمني اطلع من البيت الساعة 7 الاوبر مش بالمواصلات عشان اعرف اوصل المحل. بقول سينابون هذا سويته مياسم، استمتع بقهوتي بروح، ما عندي وقت اني انا احكي معكم. راح احكي لكم بعدين شو صار، شو عم بيصير، شو الاحداث اللي صارت والكوارث. الحمد لله على كل حال، بس هلا بستمتع بقهوتي لانه ما ضلش عندي وقت، وبلبس بسرعة وبروح للمشفى. عم بلش روتيشن جديدة اللي هي الانفكتيا. على فكرة نجحت في البسايكايتري الحمد لله. تشيرز بيبي. Thank you.
مسمر علي بس اني احط هيك شيء اكبر ماي سيلف على البرد. اسمح بالتنمر عادي، اي دونت كير ات اول. عارفه انه السايكل عندي هنا صعبه، بتلاقوا ساندويتش هون، طلبت كوفي كمان من برا عشان تكون خفيفه. صراحه وضعي صعب، مش ما قدرتش اذاكر او اركز، مش متعوده اذاكر على الكنبه، فالموضوع جدا صعب علي انه انا اذاكر على الكنبه. بعدين بشرح لكم انه انا ليش بذاكر على الكنبه، لانه مشغوله بالدراسه. anyway نرجع للشوط الثاني. عم يطول كثير، موضوع ما يستاهل كثير ياخذ مني كل هالوقت، عم ياخذ مني وقت لاني بذاكر على الكنبه مش متعوده. it's too hard. هلا بيس اموريس، جيتو جبتو جاني. تشيرز يا عمري. انا خليني احكي لكم، لانه طول الفيديو بقول لكم رح احكي لكم وبعدين يعني بنسى ضفري طارفه، ما تركزوش مع الموضوع كثير. اكشلي اللي صار كالتالي، انا في فيديو نزلته قبل شهرين اللي هو كيف تحصلين على جسم الساعه رمليه، وانا كنت عم بشتغل على هالشيء وبوري وبفرجيكم الورك اوت تبعي. بعد 24 ساعه من هالفيديوهات ميرا ظهرها انقسم، تطفى لي اسم العليا. صارت لي ايرنيا، فيكم يو كان جوجل ذس وتفهموا شو هي الايرنيا. عندي ديسكتين اتحركوا فضغطوا على اخر ديسك، فالعصب في بريشر على العصب، والايرنيا هو موضوع اتس تو سيريس، لانه في احدى يعني بعيد الشر على قلبي انه ممكن توصل لعمليه الموضوع يعني، وحرفيا بيغير لك حياتك. انا حاليا ممنوع اني انا اسوي رياضه، ممنوع اني انا احمل اي وزن، ما بقدرش اقعد كثير على الكرسي. لهيك طوال هالفيديوهات والفيديوهات الجايه رح تشوفوني اغلب الوقت مش قاعده على المكتب، بينما هي مش عادات ميرا. ممكن كمان طرقت عين على هالشيء انه انا بقعد كثير على المكتب، تعرفوني انا ما بعرفش اذاكر الا على المكتب. فحاليا رح يصير تشوفوني اذاكر على الكنبه على السرير، فهوبفلي انه هالشيء ما بياثرش فيكم، لانه بعرف انه في ناس ما بترتاحش يعني ما بترتاحش كثير لمشهد انه شخص عم يذاكر في السرير. انا هذا هو وضعي الصحي للاسف. حبيت بسالكم هالشيء لانه حتشوفوا تغيرات في الفيديو، وبس ادعوا لي بالشفاء العاجل، وكمان ما راح تشوفوني اتمرن. ما بتعرف انه قديش هالشيء اثر فيا من الاول، انه انا ما بقدر اتمرن لانه انا كثير متعلقه بالرياضه، واكثر شيء بيخليني بحس انه I'm powerful woman وامرأة كثير قوية هو الرياضة. فهالشيء let's say انه الله حرمني منه، والحمد لله مش متعارضة على قدر الله. اكيد رب العالمين بده يعلمني شيء، بده ممكن بلكي رب العالمين ما بيحبني اتعلق بشيء معين، فما بعرف في درس اكيد بدي اتعلمه من هالشغلة هاي، ما بعرف شو هو. بس انا مؤمنة بقضاء الله ومسلمة امري كل التسليم، الحمد لله متقبلة وضعي. بالاول صحي كان صعب علي جدا انه انا اتقبل وضعي الصحي والتغيرات اللي في حياتي الجديدة، ولكن حاليا مش مهم وزني، مش مهم شكلي،
اهم شيء بالنسبه لي صحتي، لانه لما يجي الموضوع يتعلق بالصحه، الصحه حاليا اهم من شكلي، اهم بقديش انا راح اكون حلوه، جسمي قديش راح يكون حلو، قديش انا راح اكون رشيقه، مش مهم، مهم انه انا بكون منيحه. لانه كمان الدواء اللي انا عم باخذه يا اصدقائي جدا قوي لدرجه انه احيانا يصير لي هبوط برغم اني عم باخذ دواء للمعده، وبيخليني باكل كثير لانه معدتي عباره على بركان من كثر ما هالدواء هذا كثير هيفي. وانا حساسه، انا معدتي جدا حساسه، اصلا في عائلتي عندهم هيستوري اوف اولسر هو القرحه، فاوريدي انا معدتي حساسه، بس طمني الدكتور انه قال لي ما تخافيش مش مخطر على معدتك بالدرجه الكبيره. بس حبيت اقول لكم هالشي عشان ما بدي اياكم تفقدوا الالهام اذا شفتوني انا ما عم بتمرن او شفتوني انه انا زاد وزني. ليش عم بقول لكم هالحكي؟ بعرف كثير ناس عم تتشجع بيا، كثير ناس نحفت، كثير ناس منكم صاروا بتروح للجيم، فبدي هالشي يتغير عشان بس انا وضع صحي يتغير. انا لو كنت منيحه انا كنت اكيد 100% بتمرن من 3 مرات ل5 مرات في الجيم. حاليا هذا هو وضعي، فبدي بس احطكم في الصوره للتغيرات اللي راح تصير، وبس ادعوا لي بالشفاء العاجل واني انا اشفى واتعافى واكون صحيا منيحه. هذا حطي لي ايموجي هذا اذا وصلتوا لحد هون في هالفيديو. كمان بدي اشكركم كثير، ممكن ما عرفت ارد على كل التعليقات بس حرفيا عم حاول ارد على الكل. انتم شايفين حاليا حياتي كيف صايره، بحبكم 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 والله، يعني ايش بدي اقول، انه اخواتي والله انتم اخواتي، يعني كمية المحبة، كمية اللطف، كمية الرقي في التعليقات، انتو عن جد رزق. اذا في شيء عندي انا مميز فهو انتو رزق، محبتكم رزق. فثانك يو سو ماتش على محبتكم، ثانك يو سو ماتش لانكم دايما معي، وان شاء الله مستحيل مستحيل اني انا احرمكم من فيديو التخرج، لانكم كنتوا معي في هالستراجل هاي كلها، فكيف انه انا اوقف اليوتيوب واكون انانيه واحرمكم من هاللحظه هاي؟ لانه بعرف كثير ناس مترقبه لحظه التخرج تبعي، وفي كثير ناس راح تزعل لانه ميرا ما راح تسوي لهم فيديوهات دراسه مره ثانيه، بس let's see what will happen baby. Günaydın, nasılsın, iyi misin? Canım benim. Ama bak azıcık bonjour, bugün yarın الاحد. Rayha اشوف الشقه. I'm gonna film for you the process. امبارح شو صار امبارح؟ امبارح طلعت انا مصوره، رحت لكم بعض اللقطات تبع الخروجه، ما صورتش لليوتيوب، صورت بس للانستغرام. نسيت اصلا اني انا عم صور فلوج، كان المفروض اني انا اصور بس ما صورت. anyway، بس اليوم الاحد لازمني اشوف الشقه، اذاكر فيه، وسيك بشوف شو بيصير معنا. let's go. شوف الطقس معي، oh my goodness، طقس جدا بارد. مش لاحظين انه انا بشرتي صارت بيضه شوي؟ I hate this. I wanna back to Tunisia عشان ارجع شوية لاتينية. اخر هاي الفيو يعني يمكن اخر يوم بتشوفوه في الفلوج هذا. الى اللقاء، باكا بيبي. بس مش راح انقل اليوم، راح انقل بكرة لانه عندي مذاكرة اليوم، ما فيني انقل.
مرحبا ايها الاصدقاء، ما صورت كثير امبارح لاني شويه دواء كان قوي علي كثير، فقضيتها كلها نوم. عم باخذ لي اني الكورتيكوستيرويدز، فعم ينقب لي في معدتي نقب. شيء ثاني كثير زعجني انه انا سمنت، لانه الكورتيكوستيرويدز كمان تنفخ مع الملح وهيك. فان شاء الله ان شاء الله اعرف اني انا اسوي دايت، فرح اصبر هالاسبوعين هذول حتى يوقف لي الدكتور الدواء او يعطيني دواء ثاني، لانه تريتمنت اللي عم اخذها هي لمده شهر. انا حاليا وصلت 15 يوم عم اخذ هي الادويه. المهم اليوم ما رحتش للمحاضره تبعي، وبكره ما رح اروح، استاذنت من الدكتوره بحكم حالتي الصحيه ما بتسمح. اصلا قاعده على الكنبه وعم بتألم، عم بجهز الاغراض. الله يخليها صاحبتي ويبارك لها يا رب، هي اللي عم بتسوي كل شيء لحالها، بحكم اني انا ما بعرف احمل اي شيء، ما بعرف اسوي اي اكتيفيتي بحكم ظهري. فرح ننقل ان شاء الله الليلة، رح فرجيكم الشقة. الشقة كثير صغيرة، خزو. ما في اختيارات، لازم نرضى بيها لحد ما خلص السمستر، خاصة انه انا عندي 2 بلوكس صعبين اللي هي الانفكتيا. حاليا عم باخذ الانفكتيوس وبعدين رح اخذ الانترنال ميديسن، ف I cannot. عارفين ما فيني اتنقل كل مره من شقه لشقه، فرح ناخذها لحد راس السنه، بس تجي العطله نروح ندور على شقه ثانيه، لانها كثير صغيره وفي الطابق الخامس ومن غير ليفت، من غير اسانسير، فعذاب خاصه في وضعي انا الصحي الحال. وبس حاليا راح اجهز لدرس يوم الاربعاء، فرح اروح هلا اذاكر منه شويه واصور لكم باقي اليوم كيف راح يكون. حبيت بس افرجيكم انه هي هي الحقيقه، انا مش دايما عندي طاقه، انا انسانه مريضه حاليا، فهي هي حياتي كيف عم بتمر مع المرض. بحاول اكون بوزيتيف، بحاول اتقبل وضعي الصحي وبس. هيك صعب اكيد انك انت تشتغل على شيء معين وبعدين بيروح بظروف خارجيه، اللي هو انا اشتغلت كثير على جسمي، اشتغلت كثير اني انا انحف وفجاه الاقي حالي عم بسمن، شيء جدا مزعج بالنسبه لي. بس بحاول اتقبل والحمد لله على كل. بالنهايه لو بركز رح لاقي حالي انه انا مغموره بالنعم، مغموره بستر ربي، مغموره بحفظه لي، فالحمد لله على كل حال. وهلا يلا نروح نذاكر شوي، حبيت بس افضفض لكم. وشوي مش مرتاحه وانا عم بحكي لاني بتالم. keep fighting my friend. رح نواصل المشوارنا، رح نواصل كفاحنا، سيحدث الله بعد ذلك امرا. هيا بنا ايها الاصدقاء، حطوا لك الفيديو، اشتركوا في القناه، حبوني في التعليقات. حتى في عز المرض ما بنسى اني انا يوتيوبر. اكسكيوز مي. هذا هو أصدقائي مدخل الشقة الجديدة، عشان تشوفوا قديش هي ضيقة، والله المستعان. سو نفوت هون الأرمور، هاي شايفين الكولوار قديش وزنطوت. يفتح لكم النور، افتح النور هيك. هذا هو التويلت، يعني الواحد ياريته كان في الشقة القديمة الصراحة، بس خلاص تخزبوا أنا، فنلبس الخازو ونسكت وبعدين نفوت على هون على طول. لاقي هون هاي الغرفة، وانصدمت انه هاي الغرفة ما فيهاش باب. هلأ أنا ملاحظة هالشي، يعني أي صوت ينسمع. سو هذا الكنبة اللي تصير سرير،
قلنا له جيب لنا طيب سرير ثاني، قال لا، قال اذا بدكم جيبوا انتم بفلوسكم، ولا فيها تلفزيون ولا فيها مايكروويف. هذا كله سو هاي هي الغرفه من ناحيه ثانيه، وهذا كله هاي الشقه هاي اغلى من الشقه اللي كنا فيها، على ولا شيء اغلى. هذا هو المطبخ، ما فيش مايكروويف زي ما حكيت لكم. وعلى الله حكايتنا كلنا يا جماعة. تعرفوا اللي كان في الجنة وطلع منها، هي هي حالتي حاليا. كنت في شقة منيحة وانا قلت لا، يوميات ميرا، انا مين طرقني عين؟ انا عن جد بدي اعرف مين طرقني عين عشان اعطيه كفين وبقول له تعال شوف حياتي. على شو تطرقني عين؟ على شو؟ على البهدلة اللي عايشة فيها. طيب لو كنت دلع ومن شو بيصير فيهم هذول الناس اللي طرقوني عين؟ هذا كله انا strong independent زفت. الدواء لسه مأثر فيها، اذا شايفين وشي تعبان فالدواء مأثر فيها، فاروح استلقي لي شوي وبعدين نشوف شو رح يصير فيها. And it can be found everywhere. And there are actually 8 strains of Clostridium botulinum. And نبلش اليوم بالدايت. سو راح اسوي بطاطا في الفرن از كمصدر يعني الكربوهيدرات، وهون مصدر البروتين. راح احط كمان دجاج في الفرن. راح بلش بتوب مانسور تبع هذا، يعني بفقد الشهية لتس، يعني اجربه لعله وعسى يساعد. بس عندي فيه كمية بسيطة من اللي ضلت معي من تونس، اعطيتكم قبل هيك الفيدباك تبعي عليه، بس اتليست لعله يساعدني في الكونستيبيشن، لانه الكورتيكوستيرويدز بسوي لي كونستيبيشن. اعطيكم فكره على عذابي، هي كلها مجموعه الادويه اللي انا باخذها، حقان وتابلتس وكا، وعلى كل لون يا كريمه. حطيت هناك الدجاج بدون ملح، بس فوحته بتوابل الدجاج وشوي فلفل اسود، هون فوحتهم بال فلفل اسود مع شو، مع كر، مش كركم، كمون. بيقول awkward infection is transmitted primarily by walking barefoot or on the or any contaminated soil. عملت السلطة دي للدايت، وكمان عشان تساعدني على الكونستيبيشن.